السلام عليكم الناس الكل، كما نعرفوا مرحبا بكم على القناة الكل في سواء تابعوا فينا ولا الحاضرين معنا. كما نعرفوا توا هنا مقرنا حابين حكاية ديكور اللي جايينا، حابين نقولوا للخيان كيف زاستيوس باش يحاولوا بالزاستيوس هذوما يربحوا أكثر بوانات، باش نحاولوا في البلان تاعنا إن شاء الله باش نحاولوا إيش معناتها الكونكور، ديفينيسيون دان كونكور، سيليكسيون وسواء ودونجمون و جوجمون. هذوما باش نحاولوا نوريوكم كل ديتاي للخيان اللي باش نقولوا في لي بوان إن شاء الله. خونا مهدي ان شاء الله هو باش يبدا معنا باش يورينا ديفينيسيون تاع الكونكور وكيفاش يكون لا سيليكسيون ولي ديتاي تاع السوان وكل شيء. تفضل. السلام عليكم. مرحبا بكم الكل. بالنسبه للكونكور واحنا قادمين ان شاء الله على الكونكور الجايين. الكونكور هو لو سول مويان اللي ينجم يخليك تعرف الكاليتي تاع عصافك. حتى لي بور ما ينجم يجوجي لك عصافك، معناها كيما ان جوج. باش تعرف عصافك قداش قرار بالستوندار، يلزمك تهز تحط عصفورك في الكونكور باش يجوج مع عصافك الاخرين عند ان جوج. هذايا كيما نشوفوا الجوج حاطط قدامه العصافر وقاعد ينوتي في الفاسون دو جوجي. هذه هي المانيير دو جوجي تاع العصافر. اول ايتاب تصير باش تهز عصافر الكونكور هي سيليكسيون. السيليكسيون عادة تصير انا نقول في اكتوبر، اذا كان الكونكور في ديسمبر. السيليكسيون بعد ما تكمل عصافر التصفية تفهم انت امور عصافر، تشوف البيوم تكمل والعصفور يكمل التصفية نتاعو. دونك دو موا قبل ليكسبوزيسيون تبدا في ليتاب نتاع سيليكسيون نتاع عصافر. باش تعمل سيليكسيون لازم تكون فاهم ابوبري الميتريز نتاع العصفور اللي انت ناوي تشارك فيه. الستاندار نتاع العصفور اللي انت ناوي تشارك فيه. بون اذا كان باش نقراو ما باش نشوف السيليكسيون لازم تكون عندك فكره على الستاندار نتاع العصفور اللي ناوي تشارك فيه. تعمل ابوبري اون بروميير سيليكسيون. تنحي منها تقريب العصافر اللي معاد برشا على الستاندار اللي فيهم دي فوت واضحين ظاهرين، معناها ما عادش نصبع معوج ولا بعبوس مفرد برشا، ولا فما حاجات فما ديفو يعني فما ديفو يعني حتى اللي عنده نحن نتصور السيونس هذيا باش نحاول نصورهم يعني حوار ديسكسيون. بالنسبه لي فوت اللي هما باينين اللي من اقوى فما لي فوت يعني باينين تو عندنا تو ما شاء الله حمزه الى الجوج يعرف يعني كي يبدا عصفور هيبو كروم لازم شي كلاش ميلاني، كي يبدا عصفور ميلاني ما فيش شي كلاش هيبو كروم فيس فيسا لازم ما بانش تيت بنسي لازم باغ اكزومبل كيما قال ويكر مخصوص ولا اسبوع ناقص هذوك لازم واحد اداي لازم يعرفهم من الاول خاطر يدخل عصفور الكومبيوتر ديجا نون جوجي هذاك من الاول هذاك سي فما في العباد تربي الكلام الكولور ولا العصافر اللي يعني نعملوا لهم ديكولوراسيون العصافر هذوكم لا كولور دو بي كولور هذيك راهو سيني من اكوا يعني عصفور مش ناخذ كولورون بالليل راهو سيني من اكوا بدري جونس ما تحطوش هذاكم يعني. بالنسبه جوست بارونتيز صغيره على حكايه السيليكسيون على حكايه مهدي السيليكسيون فما غلطه كبيره قاعده تصير عند ديزيربور نتاعنا الكل، نكون احنا نتاعنا يعني كي نحكيو ديزيربور في تونس الكل. العباد قاعده تعمل في السيليكسيون مش قاعده تعمل في السيليكسيون، العصافر اللي قاعده تبيع في عصافرها قبل ما تعمل السيليكسيون راهو هذيك الكل قاعده تصرف على عصافرها. هذا العباد حسب ما نشوفوا نحن تو حسب ما نسمعوا فما عباد قاعده تبيع عصافر في الهود، عباد تبيع عصافر في جويليا. يعني العصفور سواء في حاله الكولور مازال ما كملش الكولور نتاعو مازال ما خدمش ما كملش يعني النيو نتاعو ما كانش يحكم عليه العصفور كان البوستيوز هذا كيف كيف وفي في الاكزوتي في كل شيء العصفور اذا تبيعه قبل ما يكمل النيو نتاعو راهو سي تان مونستر جاني كيف تنجم تبيع ان شامبيون عصفور دو كاليتي خاطر انت ريتو من الاول عصفور ماهوش في شنو وصل من فما عصفور فما برشا بيت او شي يقول لي عباد بضيع عصفور جيت لقيت الفلوس بيس ديال الفاج والله ما يطوني الوغ العصفور هذاك من دول هو ما عطاش يعني دي بريفيرونس نحضر على سفرنا
ونعمل سيليكسيون في وقتها كما لا صار في الدروبو سير سيليكسيون سوا ولا سيليكسيون قبل الكونكور وقتها بينك مع شكون نتاعك نعمل بون سيليكسيون. هذه نصيحة يعني لو خلينا اونتر بارونتيز حكيت السيليكسيون خاطر احنا نخلو مع سوق يوصل الباز تاع السيليكسيون قاعدين نبيعو ونفرط مع صاحب الباز وهذيك الباز تبان. سامحني عندي بوس قلنا في الفاز الاولى نتاع السيليكسيون فما دي فوات اللي هما غراب معايا عصفور من بلون جوجي زين باش دخلوا الكونكور معايا باش نحط بلون جوجي فهمت معاش مثلا عنده سبوع ديفورمي دوا ديفورمي ليماج نتاعو ابيمي مثلا عنده فر نابس مش شطار مش موجود الفر مثلا فهمت بالنسبه ليكوكروم ما يلزمش تكون فما تاش ميلاني فهمت بالنسبه للميلانين ما فماش تاش ليبوكروم يعني هو الميلانين ما تلقاش فيه ريشه بيضاء لكن سيف ماي تحت فلاش تنكر بار كونتر العكس في البلون تلقى يخلي وفما بالمار ما تخرجش كونكور جمع هذا اللي ما تحطش الخساره يعني طول نون جوجي تعدى مثلا ولا عصفور هو مثلا ليبوكروم يلزم يكون اللي بات نتاعو داير تلقى مثلا فيهم ميلانين باش نشوفوا دي ديفو معناها في عصافر اللي هما ايليميني كيما نشوفوا العصفور هذايا معناها الجناح نتاعو طاير زايد باش يدخلوا في كونكور دونك هذايا نجم يكون هو ماعرفش نجم يكون عصفور تاعكم يكون بيه معناها صار له اكسيدون مثلا جناحو شاد في الكاج ولا حاجه اللي صار ديفورماسيون صارت هذيك ما ينجم يكون عصفور بيه ما انت زايد ما تدخل عصفور كيف ما كانش طايح برشا فهمت وهذيك عندي بيادو كما نشوفوا ريشة جناح هذيك ريشة أبيني حكيت أو بيان تنحيها من الأول بون كانت كولور تنحيها خاطر حكيت كولوراسيون في كان كولور تنجم تنحيها وبعد تطلع ميجا تنحيها من قبل في الهواء أبيني يعني نقولوا نحن ريشة مكسرة مكسرة صوت متاكل هكا متاكل كيما عندي ترابي في البوكرون هذاك عاشت بيها شوف البابوس نتاعو اللي وجناحه كيف هذيك عندك طبعا كانت كولير انا قلت لك كانت كولير كان هذه ليبوكروم تحكي في راحتك هي عصفور ديك الكولور خاطر تطلع لك ديجا كولور هذيك المشكله مع اللون خلاص هذايا مثلا ريميج نتاعو مش كيمي شوف من هنا طويل وبعد ريشه قصيره وبعد طويل وبعد يكون فرق يكون انيميه فرق نيفو فهمت الكو اون في ان بيت اون في سي فما حتى في اون في هذاك اون في دونك تبعك معناها تاع سافر تشوف انهم اللي عندهم لي بيفو هذو دخل حسابك معناها قبل ما تدخل الكونكور الفاز نتاع سيليكسيون هذايا ظاهر الايماج نتاعو تحسوا حتى العصفور مريض معناها مش الايماج نتاعو خايب على الاخر صارت لي معناها تنحيها بعد ما عادش تطلع معناها فهمت مي هذا يصير قبل معناها حتى في وسط التصوير بعد مش معناها تجي قبل جمعة من الكونكور وتنحي معناها مش هذا ما دامش قبل الحفلة تنحيهاش ما شفت ليش لا ما عادش يخدم تنحي ديالو ما عادش نصير زاد لي باك دو ماركاج في الكونكور يجيو عصافر فيهم لي باك دو ماركاج راهو عصفور في باك دو ماركاج سي نون جوجي هكا ما هو نون جوجي معناها نحيها راه تعيش نحي الباك دو ماركاج فيه
هذا الكونكور تنجم تخلقوا العصا تنجم تنحيها وتجربوا ولا تنجم تنحيها قبل مده ولا تنحيها قبل مده مش حتى كنسلك المده ودير فيها ولا تقول فهمت بزين هذا كما دير كونكور دي جو عنده هنا المفروض بس تاني فوق زيد وكلش هذه العصفور هذا بوتين لود طيب برشا البوتين نتاعو سي تان ديفو ينقص عليه ماهوش موجي مي ينقص عليه معناها شوف العصفور كيما هذا حلو برشا معناها الجمعية يعني في السليكسيون ما بين هيك العصافة تبدا بوتين هيك لود يبدا عليهم شوف العادي ينجم يكون مثلا العصفور مشحم ولا حاجة دونك انت تحطوا ينقص شوية شحم فهمت بهذه توسكي هي تحكي على الاكسوتيف سير حزين مش حكي زي تفضل هذه على توسكي كناريلا و ماشي لو سير حزين مش حكي على الاكسوتيف السلام عليكم علاش عاطف عاطف ما يدوش سي قيس ما يدوش سي امين عمار جبت لكم انا شونجيلات خير اللي كان عند امين الحصين وريتي هذه برشا كيما قال خويا مهدي هذا المهم بتاع الكونكور اللي الريشه المكسر وال والصباع والفرن والريح معناتها الكل يتبقى على صفحه الكل بالنسبه لي بعض الزوتيك هذوما عنده مشكله في الاخير بعد وصل معناتها ديما يتمسخ شويه عنده في المخرج بتاعهم خاطر فيهم برشا ريش معناتها الزق هذاك معناتها يزيد من ذاك بعد الكونكور وعندنا التنظيف معناتها نتاعو معناتها ريبير كل شيء معناتها كله معناتها ماهوش كيما كانت معناتها بعد برشا كان الريش ينضاف الريش كيما بعد في التنظيف هو كملوا التيوريك وبعد نشوف البراكي امشي كمل مكياج حتى الفلاك اللي في الراس هذاك معناتها هما ما ينقصوا لازم يكون عندي هذاك في الراس من فوق. سو معناتها تنظيف العصفور. ماشي هذاك اللي قاسم نحب ياسين مش يحكي على الصوم. يعني هذا اللي قلته عاد هذه جبت لك متحاضر. بس انت الحكام مش حكينا على اللي قلت السلام عليكم السلام عليكم طمني نعم طمني نعم فوز نعرف الروح اللي ياسين زيدي عضو في الجمعية وجلس هناك في كندا يفوز ما الحقيقة سامحوني ما حضرتش معناها شنو نحكي الولاد من الاول كان جوست نخبر في الموضوع بالنسبة لكندا يفوز الخبرة قسم تاع الكونكور مش تبدا قبل بشهر وشهرين خاطر ثم برشا عوامل أخرى اللي هي تحكم كندا يفوز كندا يفوز ثم plusieurs races ثم دي زوازو فورم كان يكون تاع الفورم ثم كان يكون تاع بوزيسيون اللي هما يبدا دريساج نتاعهم اللي هما الاعصاب مازالوا معناها مازالوا حتى مازالوا كي تسبريو في الدرجة نتاع 30 و 35 يوم وقتها نبداو نحضروا فيهم للكونكور سيرتو دي زوازو تاع بوزيسيون كيما سكوتش فانسي كيما البوسو كيما الفريزي دي جي دو بوزيسيون معناها اللي هو الفريزي دو سود الفريزي سويس هذوك من كلهم عصافر
الجيج ممكن يكون بخلاف البوستور والبلوماج والنظافة نتاع البلوماج كل شيء هي لا بوزيسيون. لا بوزيسيون هي تتوالف معناها من البول اللوم هي بوزيسيون تتوج. ثم زاد حاجة تريز امبوغتونت اللي هي وقت اللي يخرج العصفور في السبراج نحن باش نعملوا باش نحطوه في انفيرونمون اللي هو خاتيكمون كيما اللي شبه البوهم معناها بلاصة كبير 60 على 60 ويخدم بعد بشوية بشوية تدخل للميو دونك يتحبش يتحط في بولير ولا في قص في 20 ولا 90. الفور اسمه معناها الكومبيتيتور اللي يحب يشارك في الكونكور واللي هي معناها نورمالمون طموح كل مربي باش يشوف اخر عام الكاليتي نتاع صابر يقدم في الباج يوخر يبطل يزيد يحسن كل سنه. دونك لا صابر لي زوزو بوزيسيون يلزمهم يبداو دريساج في الدرجه هذيك نتاع 35 40 يوم حاجه سهله برشا قبل ما نوصل النتواياج والريش والبيح كل شيء هي كونو في الـ في الـ في الـ في الانفيرمون اللي حاطه سواء في بولير الريح تولي تسنسو كونو يا اما سواء بولير كبيره نعرف شكل فير هو اللي كونديسيون دي فاج نتاعو دونك يا اما باش يولي يجبد العصفور معناها يجبد دي سوجي نتاعو ويتحطوا في ليكاج نتاع نتاع الكونكور جوست هاكا مده ساعه من الاول يبدا بساعتين ثلاث سوايع اربع سوايع ويبدا بشوي بشوي يكثر معناها من الاول تبدا مره في الجمعه وبعد يبدا بشوي بشوي يولي مرتين في الجمعه هذا النص نتاع الدات نتاع الكونكور اللي هي تختلف معناها البريباراسيون نتاعها. في الكاج نتاع كاليت بوستور هي في الخو مش كيما دور كاليت كولور نفس الكاج تيب هو ميتو في البيكرو شيو كيف كيف زاد اللي بيكرو شيو صغار سامحوني في البيكرو شيو صغار نفس التيب تاع الكاج في كاليت بوستور فما جميع دونك السلام عليكم اكاليت تاع الكاج اي فوالا دونك فوالا لي تيب تاع الكاج كيتر لي زوزو فور كيما البلوستر اللي هو الكاجي با هذاك هذاك كاج بون هو نفس التيب تاع البلوستر اما من تاني يمشي للنرويس والكريست اما من فوق يزمو يبدا عليه عليه منها خاطر في جوجمون الكريست والنرويس يمشيو على الديت معناها يلزم الجوج كي يحطهم على الطاوله ثم لا بوسيبيليتي باش يرى الديت ويرى الفورم تاع البدن الكل دونك هذوما لي كاج تاع لي زوزو فور كيما قلت من بلوستر نرويس وكريست ولا الموديل هذا كاج بولدر هذا بور لي زوازو كيما البورناش كان عندكم فكرة بعد الدورة اللي جات مجروبة البولدر نعرفش تعرفو هو اللي والفايت فانسي كيف وثما سكوت هذوما الكاج بولدر اللي تحطوا فيهم سكوتش فانسي الرازا البولدر اي فوالا تروا ولا كاتي كوزو دونك هذا كاج هذا كاج تونيل نتاع لوزو بوزيسيون اللي كيما اليوركشاير اللونكاشاير البوسو الفريزي دو سود الفريزي الفريزي سويس دونك هذوما التيب تاع ليكاج نتاع الكونكور هادو كيف تدخلوا في الريتم تاع البريباراسيون الكونكور يبدا من كيما قلت لكم السيبراج من لاج صغير سوا مثال الموديل اللي عندي هنا في داري انا ما عنديش بولير بير دونك عندي ليكاج 120 اكروش نهز باب نتاع القص ونحط في الريح من الاول العصافر هما بدهم ياخذوا الريتم نتاعها هكا يدخلوا من الاول باخ كوريزيتي كان تلقى دي ديفيكولتي ولا حاجه نولي نطمعهم انا يا اما نحط شويه باتيه في وسط القص ولا شويه تفاح ولا شويه انا معناها حاجه بردو ولا حاجه باش يخرجوا ياخذوا خاطر عصفور يكون في انفيرونمون واحده كي تلقى من راسك مستانس عام كامل هو محطوط معناها من اللاج نتاع اللي خرج فيها السيفراج وباش الداتا تاع الكونكور هي خاطيك مو تبدا في الخريف معناها سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر تشوف على 6 ولا 7 شهور في سباس كبير ومن بعد تخرج سيرتو لي زوازو بوزيسيون وتخرجوا في كاج تحطوا في الكاج تاع الكونكور راهو ماهوش باش ياكلوا لا الفورما لا البوزيسيون حتى شيء دونك وقتها وانت هو البوانتاج تاع في الكونكور كل على 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 البوزيسيون تاعهم وعلى الفورما تاعهم دونك هذا يبدا يصير بشوي بشوي نوصلوا للكونكور في البريباراسيون تاع كاليت بوستور خاتك مو يبدا قبل بشهرين قبل بشهرين علاش انت اونتر طون في سبتمبر توتا لو بشوي تعمل سيليكسيون تاعك معناها حتى الفير في العالم ما اللي يجبدهم الكل يحطهم في كونفور كلهم وحتى الفير من اقوى الفير في العالم تلقاه قد ما يكبر في شو في تلوزو ولا طوب دو مون نحكي مش حتى على كاليت بوستور ولا حاجه معناها ديما الفير يختار عنده شوا مثلا جبد 100 فرخ ثم 20 اللي هما نتاع الكونكور ثم 20 نتاع اللي هما سيجي ترافاي في اللي هو يربي في حاجه اسمه يعرف ستاندارها ولا صافر اللي جبدهم وين باش يوصلوه معناها شنو شنو الكاتيجوري اللي جبدها وشنو شنو شنو معناها العصفور هذاك وين باش يوصلوه
اسم كومبيتيتيف في العصر نتاع الخدمه في تيشي اسمه يخرجوا من الباج دونك هذه كله يسمو يتعلمها للزول وقت اللي ربي يفكر راسها هذيك ومن بعد في وقت نص سبتمبر توفى الهوي معناها يبدا يظهر العصفور بالكدي تولي عندك انت شوا بالسيليكسيون معناها انت عندك الاوبتيتيف تختار هو العصافه الكومبيتيتيف العصافه الكومبيتيتيف يوليو يتجبدوا ويتحدوا وحدهم قبل بشهرين بيان سور باز دو تحكي وكون معناها تفكر فيه مليح باسكو فما حاجات اللي هما نون جوجابل جبل عفوا اللي نفس صبع ما عندوش شفر عنده خيل ميتين تضرب عنده في الكورونا ميتين عنده نيوكلي عريان فما برشا حاجات عوامل اللي يدوك من العصفور من الاول هذاك تخرجوا اصلا من السيليكسيون تاع الكونكور بعد نشوف العصافه اللي هما كومبيتيتيف نبداو بشوي بشوي ندخلوا العصفور يولي ما عادش ياخذ وقت نتاع نهار ونهارين في الجمعه هذاك يولي بالثلاث ايام بالاربع ايام في ثلاث شهر ومعناها قبل بشهرين تحطه تنحيه ديما كسر الريتم معناها ديما العصفور ممكن يكون تاع حزامي اذا كنت عندك بيز الباج ولا حاجه دونك على السبيس خاطر هو باش يخرج من بيز الباج نتاعك باش يمشي لونفيرونمونت اللي هي الصاله نتاع الكونفور حس ينجم يكون برشا ضوء كان في على الضوء وعصفور يكون السيس كان بيجيك بركة في الديك معناها ما عندوش برشا حس كل شيء يولي يعمل يولي ستريس العصفور يولي ينجم يخرج حتى في التصفية وهو في الكونفور دونك ديما ماذا بيك العصافر اللي باش يشاركوا في الكونكور تحطوا في النيفو نتاع حزامك معناها كي تقدر تحرك انت في الباج نتاعك هما في النيفو نتاع حزامك باش تكون كا او وقت يتحط في الاكسبوزيسيون العصفور وتتكلم عليه العباد وكل شيء ما يخبطش ما يقعدش يعمل في دي جيست اللي هو باش يطيحوا له الريج نتاعه ولا يطيحوا حاجه معناها بوليس خساره خساره في صحه العصفور وخساره حتى في الكونتر دونك هذيك البريباراسيون لازم تصير في الشهر الاول تخرج ندخل ديما تدي وتيب تاع الكاج تاع العصفور اللي ضرب فيه كيما قلت لكم كاج برد كاج اسفر كاج بنان والا كاج تاع الفريزي اللي هو اللي ربي في الفريزي كل مره سمر في تونس الحقيقه التو رانا معناها التو اللي عندنا بقيت العصابه هنا كل التو اللي عندنا الكاج اللي ديال باش بالفريزي وانا اوبتيميزي بهذا تو نخدم به قداش مرتاح حتى نربي سام خاطر هنا مو يبدا اوطى شويه وفي البرشوار كيما يسمى سادي فير من التاي تاع الفريزي معناها ميتا كان الفريزي دي نور ولا الفريزي اللي جاي كله دونك 12 بار و 2 سنتيمتر ما بين البار والبار باش ينجمو نقيسو بعض نحنا دور تاع العصفور وفي الفريزي دور كيما لاجي ايطاليان وكيما الفريزي باريزيان وكيما الباتوبون هذوك من كلهم ميتا 14 سنتيمتر معناها 14 بار دونك سيرتو الفريزي الفريزي دو بريفيرونس راهي باش بحسابها والناس اللي تربي في الكونسيبور تعرف اللي تربي في الفريزي الفريزي راهو في الميم معناها كيما لي جون دو لاني كلهم راهو العصفور كي يبدا في عامه الاول ما يصفيش كيما في لي زادين لي زادين في وقت الكل معناها في الكل في العصفور اللي في عامه راهو يبدا كي ينجم ويلعبوا ثم كيف ياخذوا الفورمه وثم يشيخوا من التنحاو دونك في الفريزي اذا كنت تنحو تحت الكريج ولا خسرت ولا تنحاو في مثال الموطو ولا النجور ولا حاجه كسر في حفيهم راه ما يطلع لك كان هو ادوس معناها في المي جينيرال اللي يصير بعد عام دونك ما يصير الماكسيموم باش ما نحرقهمش برشا باش ما نسيسيومش برشا باش ما نعملوش عليهم برشا حكايات اللي باش تخلي العصفور يطيح الفريزي نتاعو بالنسبة للبريباراسيون الأخرى عملت كيما قلت لكم عملت أخرى بالكونكور أنا والتيب نتاع العصفور اللي نربي فيه في كذا البوستير ديما نكثر حتى نحطو في الكاج كونكور في لون تيب نتاعو كيما قلت لكم وبعد نوصل لهذا التابع واحد نثبت مليح اسكو العصفور كيما الوزو بوزيسيون بدا ياخذ في البوزيسيون نتاعو بدا يسنس بالكاج بدا يسنس بالحس دي سنس بستريس عمال يقرا مثال في الشهر في ثلاثة جمعات الاخرين لازمكم تعرفوا حاجة اللي مثال فما ديزافير يستعملوا الضوء دي تي سي فما ديزافير اللي هو في وقت كيما توا يقول لك انا نخرج للناتورين ما فماش علاش فما اللي عنده 12 ساعة ضوء فما اللي عنده 10 سوايع ضوء فما اللي عنده 8 سوايع ضوء وهي اللي ديار بالنسبة لتوا ماكسيموم ساعة 10 سوايع ضوء حتى كان في الضوء دي تي سي خاطر العصفور تعرف اللي توا في البريود روبو نتاعو دونك 10 سوايع 9 سوايع ونص حتى ل 11 ساعة تنجم
اول ديسمبر سنه دي. من بعد تبدا شوي بشوي 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 خاطر عندي كومبادر روبوتيكسون ينزل نزوله اباتين تريزور. المشكله وين تضوء بالنسبه للكونكور كونك انت باش تنزل في صاله لكن انت تحكم بالضغط معناها سيدي الاورجانيزاتور يا ساعات تطفي وتشعل عليه خاطر صارت لنا مشاكل هاو طفيها وحطي كبيرة وخصمة كداش في عصفور هاو ولا شغل دونك هذي الكل لازمك تهيئوا العصفور هذايا شوي 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 تعمل لازمك قبل كداش نهار بشهر وجمعتين سولون الضوء اللي عندي ديما قطع حسابك دونك في سالة اكسبوزيسيون راهو مينيموم الضوء باش يدفع 8 تعليم معناها كان الصالة تسكر 7 راك انت ما ركحت امورك ما الاورجانيزاتور البني الدار وما قدرتش توا معناها باش تسكر 8 ديما حط في بالك كونك العصفور ضو ضو 200 كتب الدنيا في النافذه 7 تاع الصباح راك تحطوا حتى 8 تاع الليل عنده ضو يلزمك راهو الحكايه مش بوسكم ونحكي تو على التوت الدوازور مش حتى كان على الكلام بوسكم ضو للناس اللي مش تشارك في الكونكور كله كانت في ضو معناها انا نشوف في وسام الحاجه يا ربي برا عنده ديبولير وعنده صار دو بريفيرونس تخلي الضو يمشي ناتوريل وتجي تحط حتى فيوز في الفولير ولا في البوكس اللي عندك برا تخليه هذاك يخدم حتى 8 تاع الليل من بعد لا 7 تاع من بعد لا نحي خليك يرفض وما نحي علاش خاطر راهو الريتم اذا كان الدنيا تو تدوى قاعده 6 6 و 4 ومن بعد انت باش تزيد ساعتين في راهو باش تجي كيما الشوط وشو هذيك الشوط هذيك شو تعمل ينجم يسلك في البيريود دو جوجمون معناها اللي هما النهارين والثلاث ايام تاع الكونكور اما من بعد صابط لك في الكومبورتمون تاع العصفور يا اما باش يرجع لك يعمل لك فوس ميو يا اما العصفور باش يفحلك هو قبل وقته ويجيك في الميو معناها يتبدل مستيك الجبنه نتاعو وقتها حاجتك فيه في البريود بروتيكسيون تلقاه هو وقتها خارج من الميو وكل معناها بيزيد عندك دونك هذوما دي بريباراسيون لازمهم يصيروا كل عام نرجع نقول راهو بريباراسيون كونكور سي فري غسيل وحده كل شيء هذوكم في الجمعه الاخرى معناها انت بيدك ولي عندك اكسبيريونس ولي تخسر وتعمل اما لو شوا والسيليكسيون والسوج والكومبورتمون والنيميور ايديال ومش تعرف عصفور اللي كومبيتيتيف ولا لا راهو هذه الحقيقه اللي تخدم على عام كامل حاجه اخرى تريز امبورتونت هي لاليمونتاسيون لاليمونتاسيون راهو معناها تعرف الاكسبيريونس اللي عندي معناها مشيت برشا دي كونكور مشيت شامبيون دي موند برشا اي راهو ما يجيش يسلك معناها انت كونكور فيه 10000 عصفور ولا 3000 عصفور كيما المونديال مش باش يمشي بالريت نتاعك شكل بالله هو انت باش تفكر وانت باش تفكر وانت باش تفكر دو بريفيرونس الشهرين دو روبو كانت عندك عصافه كومبيتيتيف قول في بالك ساعي متحضر الكوتي اللي متاسع الكوتي اللي متاسع شو معناها تمشي في ستاندر اللي وقتلو فيه يعني تمشي في كونكور كوش تلقى واحد يوقفلو فيه زيون يسار في الاخر سي فري باش تلقى اللي متاسع تاع الانتيجين مثل كيما المقنين والاكزوتيك وتوسا هذاك عنده كل واحد عنده الماكله نتاعو مي كانالين كانالين بوستور وكانالين كولور وكلها راه غادي تمشي تشيو في نفس اللي متاسع اللي هي ميلون يا اما تي تخوا ولا تي سامبل دونك انت اللي متبدل من الميتر هذا كي تبدا لي بنت تاع طول العام وقت في فيوريل ومن بعد تجي لك هو يقعد يلعب في كونكور ياخذ في ميلون راهو يرجع لك بخبره نتاع ولا عنده موديل ديسيزيون ولا عنده تجربه يعمل في باريس يعمل حاجه دونك حضروا العصفور في الاليمونتاسيون تاعو باش يبدا ادابتابل كومباتيبل للاليمونتاسيون اللي تشتغل حاجه اخرى باش بالنسبه للستريس دو بريفيرونس باش ما تعبوش كل شيء تو العصفور قبل ما يخرج من عندك تعطي فيتامين كيما فيتامين كا نيكون اس حاجات معناها كلهم اللي هما دي فيتامين اللي باش يعطيه انرجي وحتى كي يرجع زاد من الكونكور في الفرنسا تعطيه هذاك باش يستابيليز ما يصيروش مشاكل تاع ديجستيف ولا مشاكل تاع ستريس تعطي تعطش وتعطي تعطش وتعطش باش يبدا عنده هو باش يبدا انرجي خاطر بعد كيما قلت لكم راهو فما تيب تاع صابر تخرجوا من عندك هو مازال في يدك ويتيح عنده كارونس تاع فيتامين بي 12 ولا حاجه هاكم نشوفوا قداش في واحد يجيب عصفور لهنا هو يحط في الفص ويبدا كليرو باش يقول له دونك هذاك الكل لازم تحضروا وهذاك باش يصير هذاك راهو يصير بشوك العصفور كي يبدا محطوط في بلان لا عنده فيكساسيون تاع كالسيوم يعني ما تدخلوش الشمس لا عنده فما فيتامين بي لا تعاون فيه بالفيتامين خاطر فيتامين
ان او راهو اذا جاتك على الاخر بخلاف كونه يعطي فيتيتي ويعطي مادتي سكسير وكل شيء راهو هو يعاون يعطي انرجي بطريقه دونك يهدم الكل يسموه ميتاكا باش العصفور يكون في انفيرونمون ويهزمو انفيرونمون بالنسبه للتنظيف وكل ما عرفش هذه باز حكى فيه نتكلم بوستيور طبعا كيف مكياج يصيروا مثل في البلوستر ماشي دي ساعه فصلت القص وبعد كل شيء ما تتعداش فما بالنسبه للفريجي للفريزي فما كيف حاجه الكيت ريسيتي كانوا مثل العصفور اللي عنده دوبل نجوار يعني ترى في النجوار هذيك ونجوار اخرى العصفور الفير بيت ما عندهاش فينا ريزون معناها ما حاجه عاديه على الاخر يحاول خاطر مثل في الفريزي دي نور شنو هو اكسباز على شمال هو في الفريزي اللي هما اللي منطور النجوار والجابون نتاعو والبري كله ليس الباك فونت ليس الفو ليس التيت ليس دونك الأكثرية لو بروبليم فاش يجي كونه ساعات تلقى دي فيوم زايدين في الكرش لازم نشد توني هارد نعملوها ما نعرفش في الباجا يجيبوا لنا هذا نوريهم كيفاش ينقوا الكرش شوية ودوب الأجوار كيفاش معناها يشد العصفور ويحاول ينحي الريشات اللي زايدين في الأجوار باش يخلي لي تخوا فيزيور غالي أي عصابة أخرين الحقيقة ما طماش ما عندي ما عنديش ما تمش فيهم لدي ما تمش فصل فصل العمل اللي الكورونا الكورونا ما تتفصش تتفص كين وقت يجي في البروديكسيون خاطر مش ناقص فيها دونك سي بيناليزون ما تنحيش الريشات اللي في وسط في الكورونا ولا حاجه خاطر دوك مش خلوا لي كيما تقول وين بولي البوان ديكسيون علينا زاد بيناليزون تاس عبد الله تاس عصاقين الريكريس في الكريس في كومبيتيسيون في كومبيتيسيون راهو في كومبيتيسيون انترناسيونال كيما نحن تو ان شاء الله ماشيين تركيا ولا حاجه راهو ريكتريس اللي هو ديجا عصفور في 12 ريشه راهو انا واحد من الناس معناها بالاكسبيريونس وقت كي نوصل عصفور نعرف الاسم ولاكس ميت ولا ما تحاولوش تدخلوا في اللي بعد ولا فيناليزون خاطر تو ريكتريس والجوج يشوف في العصفور ويشد ويحسب ويحسب 11 ريشه ولا 10 ريشات راه فيناليزون وراه يرجع للكوميتي تاع الاورجانيزاسيون ويقول هذا راه يلاش في شيء وراه كيف في الحكي فيها حتى معناها نجم يعملوا الكونكور دونك حاجات اللي باش يجيبوا مشاكل يجيبوا مشاكل ما تعملهمش في الخاطر 12 ريسة في الأشياء زي 12 ريسة كان اللي تقول جد من لين يا خوي نحي من 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 خليش وإلا طلعت لي ريشة من لين وهو اللي بو نحيها عندي 3-4 شهور خاطر كيما يحكي مالي أنا طبعا البوزيبيتي كنا مش تتعملوها ربيت كان ريت كولور ونعرف يعني حتى اللي باش يشوفكم من هني راهو ساعات ثم عصفور يخرج بهم وهو تبدا تمشي تدفى تمشي تدفى اللي تتنحى تاج في التبديل البيت اذا كان عندك ريشه من هني ولا خرج حاجه او ستاندر ولا حاجه نحي خويا قبل 3-4 شهور طلعت من هني عصفور هذا اللي ترتيب واحد اخر من اللي ترتيبني زيك كنت كان البوست اللي حابين نرفع انا باش نحكي على اكسبيريونس بيرسونيل قبل هو باش جينيرالمون معناها العصفور باش يرجع ريشو مريقل راهو مش ليلة الكونكور نخسرو ومش قبل بنهارين 48 راهو يتخسر قبل بثلاثة أربع أيام ونحطو في انفيرونمون دي سيرتو جماعة ابنو علاش خاطر كي تغسل العصفور راهو ريشو مش باش يرجع يعني يقعد بنهارين بثلاثة أيام بالأربع أيام باش يعاود يرجع للإيتا الإنسان نتاعو ريش دونك بالنسبة للكوزين سي لا ميم شوز سيرتو لي كاج فور قال كيف شفت التخسر ولا شيء اللي هو اللي هو تاع الرزوار هذاك نعم والشامبو تاع بيجيتا ولا حتى الشامبو تاع بيجيتا ولا حاجة نعملو في الكيتا نظفو كل شيء نشفو نحطو في 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 اونفيرونمون معناها لا هو لا هو سخانة لا نشوف ولا وغادي يجي عقب 3-4 أيام نفس حاجة باش ما يوصلش نحطو في كاج اللي هو يبدا نظيف ونرجع نقول على واحد ماهيش جلوبالمون هذا هو شنو هو الديكوراسيون تاع الكونكور دونك كيف ما تكون حديث على حاجه ولا واحد بس انا ما حكيت لكش هذا ما ديما باز ارتيست معناها نحكي عليه لي كارديب دي كبيرة هو الميلانج كل واحد وريت مالي مونتير نتاعو واللي يجي مالي مونتير نتاعو ما راهو ديما البارد هو اللي يجي هو الديوان
هذيك البلد ميلونج يعطيهم على في الكونكور شنو الميلونج يعطيهم؟ ماهوش يقول الكونكور كيفاش انت مش عارفين هو باكنريا مثال براتيكمون ماهوش يعملوا كيفنا نحن ساعات في حبيب باش تخلص انت تشري في الكونكور ما تجي ميلونج معناها ما تجيش كارت تعمل ماني جروب لكن توسع فهمت مش معناها ما تجيش تلقى عابد اللي باش تجي تقول له انت راهو انا عندي كذا الواد خاطر راهو في الكوميتي تاع الاورجانيزاسيون تلقى جروب نتاع شباب يخدم وكل شيء معناها يخدموا بين دي بينيفول ماهوش مكمل عليه هو الكاش ديجا ما فيهش ماركاج معناها اللي مش عنده اشكال نتاع ميلونج يحط يبدل الميلونج كل يوم يبدل الماء هذيك هذيك خدمتهم هذيك التاج نتاعهم فهمت دونك انت مش هو قبل معناها عام كامل هو يكفل البيست واحد وبعد تجي انت قبل بنهارين ولا يدخل ديريكت في الكونكور يولي يكفل في يولي يضرب لك على الجرينوار كيف فهمت يولي وقت يضرب لك على الجرينوار حتى كي يخرج من الكونكور يكون عنده شويه مشاكل معناها مشاكل صحيه في العصبور فهمت نحن كديزورغانيزاتور ما نحبوش هو سيري زاد سيدون حتى الشوبينغ اما نحن في بريفيرونس نلفر مدى فيا سوش هذيك جيب السنة عم جاي يجيب اللي هي بيتا وحصل فيها واللي بعد واللي بعد معنا أنا كاود نزلتهم من مدى فيا يجي العصفور لبس ويروح لبس ولا باش يتعادل اللي تابلي بعد اللي هي بكباراسون للتفقيد والتفقيد والعام اللي بعد واللي كان يفهمت هو كنتي سانيتير وكنتي واحد نحن عنيا دوت بركار رضعنا خبرة أجيب أصابر حتى تعبين وسيما يعطي الصحة لا يبيعهم معناها كنا نبيعهم وما نبيعهم وطبعا صار دي تنسي دون تفاهم ميتا مشهور هو دي عبر معناها هو دي شاء في اللونتري للكمبيوتر راهو طبعا الكوميتي اللي هي الكوميتي سانتير معناها كيما الدكتور اسامة هو يشوف العصفور في الايتال نورمال نتاعو تاعو مش تاعو مكشفر معناها كان يبدا مكشفر الحاجة وهو في الديفار في الدوت باش يرجعو الناس وما يجيش تاخذو هذا هذاك زاد ثم ريسك كون يجيك عصفور غريب يعطيك عصفور الناس ولا حاجة اما سوداية ولا مش مريقلين تقول شكون عندهم ياسر ولا حاجه ياسر يقولوا على الباب حاجه في اليسار في اليمين لا الباب في اليسار في اليمين فما حاجه من الباب فما حاجه هون جزء كده ديامتر هاي ديامتر 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 100 ميل هذا نفس الحاجه ديامتر في انا شفتها قدامي في شمس الديمون ديامتر تعرف اللي كل عصفور عنده ديامتر تاع الباب بتاعه 100 ميل اللي هو الرزا الرزا 2.5 مثل عصفور الرزا اللي هو 11 سنتي ويبدا الباك في 2.2 ما بعد في ستاك الاخرى معناها في الجيجمون باش يولي يحط مثل هما زوج باش يقعدوا في نار واحد تخزر هو تجيز الباك كبير جدا ورقم مش في الديامتر تاعو هذيك بيناليزون فهمت معناها كل عصفور ماذا بيك تحط له الديمونسيون تاع الباب نتاعو علاش؟ خاطر هما يشوفوا حتى كان وصارت قبل اي صارت في ليزبوز سوفاج هما كيما عارف سيماليز شنو يشدوا يعملوا دي تريتمون ويدخلوا الباب محلوله ها؟ الباب محلوله لا باب محلوله لا باب محلوله هي الباب محلوله ولا الدوبل باب ولا ريحه كل شيء الحقيقه نتاع ربي معناها ك تو قداش اكسبيرونس معناها ملي مو عصاب انا في مرة بركيت اي معناها كي ندخل العصاب نعرف انا اي اما انت في بريفيرونس خويا باش ما نقعدوش نحن نقصوا في الدوزيام باك ولا نحن باك دو ماركاج خاطر باك دو ماركاج راك تحيا في وقتها العصور باش يقعد يقوى معناها باش يقعد نهار نهارين هو يقوى معناها انت ديجا خسرت الدار اللي هي العصور اللي يبداو من بونسونتي ياسين جوست قبل ما تعداو لسياسه الريتاج الإيدية تصير على كيتي باك. الإيدية شو معناها؟ كيما مع كيتي باك دي سي جوجمون كذا كاج تعريفا كذا. بون هذيك باك. تعرف لما خاطر أول مرة يكسير باش من بعد عبد بالنسبة للجوجمون خاطر اللي باه أول مرة باش يصير. هو الجوجمون أون جينيرال فما برشا أنواع نتاع جوجمون. نحن استانسنا في تونس اللي هي في دي جوجمون اللي هما سكوندال كوم معناها حاجات تابعين للكلاسيفيكاسيون كوم واللي كونكور اللي هما نتاع الكوم اللي هما اللي كونكور كوم كيفاش معناها فما بليزيور تيب دو وازو كل تيب دو وازو عندهم مثل كانالي دو بوستيور عندهم جوج كانالي بوستيور الكانالي كولور عندهم جوج كانالي كولور البيك روشيو بيك روشيو بيك دروا
والفون اوروبيان فون اوروبيان في لي جوجمون تاع لي كونكور العاديين كونو تما اسباس تاع صفر يتحطوا في بلايصهم بالكلاس نتاعهم كل نوع عند الكلاس نتاعو ويتحطوا على الطاوله والجوج افيك دي في دي في دي جوجمون هي تما التابلويت بون براتيكمون نعرف نسوي الناس الكل تعرف اللي كل عصفور عنده كريتير معينين في البوانتاج من سواء فورم سواء كولور سواء كل شيء ديما البوانتاج على 100 والعصفور الماكسيموم تاع البوانتاج اللي لهم 293 هذاك يسوغا شامبيون بالنسبة للتوا معناها ثم دوتر تيب تاع دي كونكور ودي كومبيتيسيون اللي هما لي سبيسيال لي سبيسيو لي سبيسيال شنو معناها؟ سبيسيال معناها نجيو في راتسة معينة في تيب معين تاع وزو ونعملو سبيسيال كونكور تلقاه فيه في كل بلوستر هذاك يتسمى سبيسيال والا كونكور كله بيور هذاك يتسمى سبيسيال والا كونكور كله كريست هذاك يتسمى سبيسيال الجوجمون تاع لي سبيسيال كيفاش يتسميو دي جوجمون على لونغليز معناها ما فماش في دي جوجمون معناها بالاكسبيريونس خاطر نحنا توا مازلنا طالعين دونك شنو نحبو نحبو الجوج هذا اللي مشي تجوجي في الجزائر ولا تجوجي في تونس ولا حاجه نحط لهم لي زوبسيرفاسيون اللي راهم في العصفور 90 نقول شنو هو لي ديفو شنو هو لي كريتير كل شيء نحط اوبسيرفاسيون مع لي جوجمون هذيك من بعد شي خدها مع البرنامج تاعو بار كونتر في لي سبيسيال باش نحكي عليك عليك بارتيسيالمون خاطر هو تو ليفينمون اللي باش يصير بيانتو يتسمى جوجمون على لونجليز معناها يجي جوج اللي هو جوج دو كالي بوستيل ديما لو نرجع نلقاو الجوج معناها الاصل اللي في جوج في سبيسيال هو بين جوج كالي بوستيل معناها كيف كيف تلقاو هو انترناسيونال وكاو اما سا سبيسياليتي هي الراس اللي يجي عليها مثال مارك دي كايزر اللي هو معناها نصف ام بي تي ولا برنشيكا ولا حاجه هما دي جوج كان لي بوستيل يفهموا في كان لي بوستيل كل كي يمشي في 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 كونكور بون ولا 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 في مونديال ولا حاجه في جوج في طول تيب تاع لي بوستيل مي سا سبيسياليتي معناها فوتو في البلوستر طبعا دي بول يبي انا مي جوج ايطاليان فوتو في الكريست علاش خاطر هو كي بدا معناها سا سبيسياليتي وهو يربي دونك في البلوستر ولا الكريست ولا دونك قوم تفكر في الفرات هذيك في الكبار اللي هي باش تصير اول مره في تونس باش تصير اول مره في قلتها من مره اخرى في الافلي باش تصير اول مره خاطر ما هما لوحدين يعملوا سبيسيال جلوسر زيد وفلسطين اللي نحيي دونك في الجرافيك الكل اول مره باش تصير الجيجمون نتاعها واللي كريتير نتاعها واللي لي 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 كلاس نتاعها ماهوش كيما لي كلاسكم الكل تليك با ديجا راكم تشوفوا في الكاج اللي هو ماهوش كاج اون كارتون اللي حضروا معنا في في لي كومبيتيسيون قبل في الناسيونال الكل كانوا ديما نحطوا كاج اون كارتون كاين البوسن يجي يجي يحط على الطاوله يجي على الروح هذاك الشامبيون في الليك با اللي في الليك با لاصاج اللي حطوا في الكاج الليك با اللي هما لي كاج سبيسيال بلوستر ويتحطوا في البوتون لي كلاس سيرتيفير لي كلاس معناها فما برشا باريتي تاع كلاس ماهوش كيما ميتال في الـ في الـ في الـ في في كلاس كوم تلقى الفون بلون في الكورونا والكونسور تلقى الباناشي ميلادين تلقى الباناشي لي بوكروم تلقى الفرق ما بين انتونسيف وشيمات وعندك كلاس برك تاع لي زادولت في ليكبال ليكبال تما بليزيور كلاس تاع لي زادولت معناها عصافر اللي هما عمرهم ميتال في ليكبال سنين مش عصافر تاع 2020 يدخلوا في الكومبيتيسيون باللي كلاس الكل معناها تقول تلقى اديت في الفون بلو اديت في السينما اديت في الـ في دونك راهو لي كلاس ماهمش هما بيدهم كلاس كوم ديجا عاملين جروب وهبط لي كلاس نتاعهم في لي شامبيون ماكش تلقى نجم يتابع شارك خمسة عصاف خمسة عصاف يزيدهم شامبيون اما شامبيون في الكلاس نتاعو خاطر في فما في ليكبا فما بليزيور فاريتي فما شامبيون في الكلاس نتاعو مثال واحد هاز شامبيون في الفون بلو في الكورونا من بعد شنو باش يصير؟ ثم دوت في التيب نتاع كورونا مثل تلقاها في الميلاني في ليبوكخون في ليبوكخون الفرنسي تلقاها في الباناشي ميلاني في الباناشي ليبوكخون هذوكم ثم دوت في شامبيون بخلي في الكومبيتيسيون الاولى اللي هو ربح فيها اللي هو هز مثال في كورونا فون بلون باش يدخل في كومبيتيسيون اخرى اللي هي صعب انا مع لي كورونا الاخرى معناها لي كورونا لي جروس دونك فما كومبيتيسيون اخرى باش نكملو روزاس اخرى بمعنى اخر معناها هو شامبيون في الكلاس نتاعو
مشي من بعد شارك مع الكومون الاخرين الالوان الاخرين زاد شامبيون خدا خدا ميدال بيست في الفورولا من بعد عنده اون اوتر كومبيتيسيون اللي هي البيست شو اللي هو احسن عصفور في ليك با معناها احسن عصفور في البلوستر كل شيء مثال في 300 شيك في البلوستر هذاك هذا العصفور سواء مونسور ولا كورونا من فوق كل تيك تاعو من فوق كل سينما ميلاني نبي بوخون هذاك مشي يهز البيست شو دكوغ هذه هي الجيجمون تاع البيست ما فيش فيه دو جيجمون فيه بوانتاج على الكاج من 1 ل 5 معناها سيري فيها 6 اعصاب باش تلقى الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس يكتب عليهم الجيج معناها 1 2 3 4 5 بالنوتاسيون بالكلاسمون وباش في الروزاج باش كيما في لي كومبيتيسيون غير الكل العصفور الاولاني باش ياخذ الروزاج شامبيون في كلاسو العصفور الثاني دوزيام في كلاسو الاخر ثروزيام في كلاسو ويتعدي في البالماريس يتحطوا لي واحد ما مع في البالماريس ما كان ما عندكش في جوجمون كيما في الكونكور تاع الكل ولا البوستيل ولا هذه هي الكيسه وايه ماشي بلاد في واحد زاد في كلاس اي في كلاس هذه في وحدهم في ليزابيل بوينت في وحدهم في لي جو نوفيس معناها يتسميو وهذه في وحدهم في الكورونا هذه وحده في الكونكور هذه وحدهم في تو تيب معناها تاع كلاس في كل زون لي بو بلا شي كيفا تاع لافاج نتاع العصفور قبل ما يدخل الكونكور لافاج نتاع العصفور ما يصيرش في الكونكور ما يصيرش نهاري معناها 3 4 5 ايام قبل الكونكور تغسل عصفورك سورتو لي بوكرون بلون معناها اللي هما اكثر وحيد معناها يدور عليهم يسخن تغسل كل العصفور قبل 4 3 5 ايام حتى هذا نهار تحدث معناها اللي باش يغسل هكيك معناها الويكاند هذا معناها مش نهار الخميس غدوة ولا بعد غدوة معناها تنجم تغسل معناها باش الريش يرجع لبلاصته ويركح ويشد بلاصته باهي هذا العصفور نتاعنا فما حاجات تعمل قبل حتى فما حاجات شباب تعمل قبل حتى لافاج نتاع العصفور تتفقد ساعة سقيف فما ساعات يطلع عصفور يطلع القشر هكا تنجم قبل بنهار ولا بنهارين من لافاج تعمل له البازلين بعد لافاج خاطر باش يصفر لك من اللوطه معايا فهمت دونك قبل بنهار قبل بنهارين تعمل له الفازلين في ساقه تتفقد ضوافره كان طويل معناها تنقص فيهم شويه فهمت تتفقد ريشه فهمت تشوف ساعة تفقد الريش نتاعو تفقد زاد الباك نتاعو كان فما ساعات تقع نورسي هذاك نورسي كان جزيدين انا باش نحكي على تجربتي الخاصه معناها واللي تقريبا نجحت معايا مع كل واحد عنده تجربه انا باش نحكي على التجربه نتاعي انا ندخل للبيت الناس كل نبعثهم نقعد وحدي في البيت نسخنها عندي الدوي نسخنها بريسك في 30 33 دغري البيت كلها تبدا سخونه نغسل عصفوري سورتو نفكر ولد عمي خاطر في ديسمبر خاصه ما تحسب لك برشا فهمت هي ما توا باش تصير في نوفمبر معناها فهمت تحط براتيكمون 33 نستناها تسخن ونغسل عصافري ومن بعد ما نحطهم يشيحوا ما نطفيش البندويت ديريكت مش تغسل منها تطفي سي بون فهمت مش تحل شباك ولا حاجه معناها تحط عصافرك اون فوا شيحوا تحطهم في القفص مازالوا باش يشيحوا وقتها تسكر البندويت وتخلي التمبيراتور تهبط وحدها لين ترجع للتمبيراتور الامبيونت حتى ما نسخن قريب مش مشكل هو باش يجي نهار باش تطلع فيه الكونتو انا مثلا مش عامله مع العصافير الاخرين معناها لا احسبوا نهار سخن معناها فهمت احسبوا نهار سخن معناها فهمت رد بالك العصفور شاح ديريكت تخرج مثلا تهبط راهو فهمت به تتفقد كيف ما قلت تعمله تدهن له سقي بالبازلين
تفقد له ضويف ومن بعد لوبيراسيون تاع لاباش. ماذا بيك ما تطولش فيها خاطر العصفور مرات بيك مرة باش يسخن باش يسخن باش تحسه سخون برشا معناها التمبيراتور نتاعو باش تطلع برشا تاع البدن. أما عينك ميزانة عينك ميزانة كما عمي لكن مش تحكي لي كوان صح فهمت ولي كوان تكون مقلقه في الجمهور مش بشد معناها تكون لي حاجة كسير هذا كيف تخليهم هو غسل غير بسيط عامة بسيط في كلمة كوستيو تحت الجيجو ولا نيكوتين على الجيجو على العالم كلمة كوستيو على الجيجو على العالم كلمة كوستيو على الجيجو على العالم بالنسبة والدوش راهو نتاع العصفور بيريوديكمون راهو مهم برشا باش تقاوم حتى العصافر الرذاذ لازم يكون عندك بروفيل اللي تحطه في الدوش باش تغسل بيه عصافر كيما مثلا الهولوباث ولا هذايا ولا منعرفش الشامبون تاع بينات ولا اللي هو معناها بروفيل سبيسيال بالعصافر تحطه للدوش ديجا مثلا عندك عصافر عملت سيليكسيون تاع عصفور وهذا هي حضرت فيها شامبون عادي حبيبي هاي حطت وكان فما في البراس نتاع اللحية الفوشة هذيك اللي كانت ما تعطيش لحية حضرت عليها ما لقيتهاش عندي هذيا فهمت نبداو ساعة بالبعبوس أول اللي هو سي من بعد خلي بدنه في الاخر فهمت بعد بيحول وترد بالك على المعفوس يجي معك لا تعرف كيفاش معناها كيما هكا وزنك هذيك بسويلة ولا كيما هكا تو هذا جوست ماء تو جوست ماء ديجا نظف معناها ماء باهي ماء باهي ماء صافي شوف عاد السرعة ولا باليدين شوية مرتبة ماء صافي لقصه
كان عندك هدية مثلا تبدأ طرية لعبيدي على فوق من فوق الفوق تبع على المجيش بالعكس كل بيت على ودنية هاو مطرش مين ايوه ولينا واحده ليك وواحده مش ليك. المدام الزوز ولينا واحده ليك وواحده مش ليك.
سي بون امشي انت نظف على روحك تصويرها هاي قريتها يبيك تبع في Thank you.
اه كل واحدة الزرقة تنحيها الزرقية تقعد اه